واجبي بل جائز كما حكاه الشاطبي. أنا قليل تفضل وحذف لي واقف في سي واضطرار صلة غير الفتح في الإضمار وأشبهت إذا منونا نصب فألفا في الوقف نون وهاقلب. ابن مالك أستاذ في القراءات ولك يهتم كثيرا قال في من الصرف والعدل والتعريف معنى عسحر يهتم بالألفاظ التي جاءت في القرآن. قال إذن أشبهت المنونة المنصوبة إذا وقفت عليها تقول أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتى الناس نقيرا تقول فإذا كما كتبها الصحابة. يقول المبرد رحمه الله تعالى اشتهيت أن أكوي يد من يقف على إذن من يكتب إذن بنون بألف. قال لا حظ للحروف في التنوين. نقول له يا مبرد عليك بعثمان بن عفان هو الذي كتبها بألف. هل تستطيع أن تكوي يد عثمان؟ رحمة الله على المبرد رضي الله عن عثمان. قال إذن وأشبهت إذن تشبيه المنون المنصوبة. فكما تقريت زيدا تقول فإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا فإذا لا يتوى الناس نقيرا. هذا ما قلت وأشبهت إذن منون النصب فألفا في الوقف من الوقف. وحذف هي المنقوص للتنوين ما لم ينصب أو لا. المنقوص المنون إذا لم يكن منصوبا الأصل أن تحذف ياءه. تقول جاء قاض ومرت بقاض فإن كان منصوبا أثبتها تقول رأيت قاضيا ويجوز إثباتها حتى في حالة الرب. قال وما لهم من دونه من والي ما عندكم ينفد وما عند الله باقي. مرفوع ما الأول مجرور والثاني مرفوع إذن جائز. هل نقول له وحذفه للمنقص للتنوين ما لأولى ما الآخر يضي لجزء وغير للتنوين غير المنون أربعة. إما المعرف بأل إذا كان منصوبا فالإثبات تقول أكرمت القاضي وإن كان مرفوعا ومجرورا جاز الوجهان ورجح الإثبات. تقول جاء القاضي ومرت بالقاضي ولك حذفه لينذر يوم التلاق قراءة نافع يوم التلاقي ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التنادي جزء الحذف. قال فتولى عنهم يوم يدعو الداع قراءة ورش. إذن إثباته جائز وحذفه جائز. وكذلك المنون غير التنوين كذلك المنادى تقول يا قاض لا ينون هذا مبني. قالوا يجوز أن تقول يا قاضي أو يا قاض وجهاني. وكذلك غير المنون لأنه نوع من الصرف نحو جواري تقول هذه جواري أو جوار. والرابع ما حذف تنوين للإضافة تقول في قاضي مكة جاء قاضي بحذف الياء تقول جاء قاض ومرت بقاضي مكة مرت بقاض. فإن كان منصوبا تقول رأيت قاضي مكة فهو كالمجرد مثل قاض من القاض مجرد. إذن غير المنون أربعة والراجح في الجميع إثبات إلا في الأخير نقول وغير ذي التنوين بالعكس. وفي نحو مرن مبن مبن مشن منن هذا كله الراجح في الإثبات. مرن اسم فاعل من أرى يري أصوار أرى يرئي. إذا قلت فيها مرن اسم فاعل منها لو قلت بمر لم يبقى من أصول الكلمة إلا الراء فاء الكلمة. مبن من أبأى أي افتخر تقول في أبأى تقول في مبن. لو قلت مب أبقيت الكلمة على أصل واحد وهو بأى فاء الكلمة. وكذلك مشن من أشأى جاء أشأى توق أشأى تقول مشن تقول مشي أوي. وكذلك منن من أنآه إذا أبعده تقول فيها من. كل هذا تقف عليه بإثبات الياء حتى لا تبقي الكلمة على أصل واحد. ولو سميت شخصا يفي ووقفت عليه تقول جاء يفي ورأيت يفي. لو قلت يف أبقيت الكلمة على أصل واحد وهو عين الكلمة وفاء. هذا كله داخل في قوله. وفي نحو مرن مما لو وقفت عليه بالحذف
بقية الكلمة على أصل واحد أثبت لي في المنقوص. طيب بالنسبة لي كان ومن مضارع اللي كان منهم تحذفهم يك، يعني تقول بقية حرف واحد مثلا. هذا اختلفوا فيه، قالوا عليك أن تقول يك، قالوا إذا كان يك تقول يك كما تقرأ عليه، لكن هو بقي حرف واحد. هذه سنة القراءة، سنة متبعة في اللغة، في اللغة، في اللغة يجوز. يجوز ولو بقيت على أصل واحد. لغة اللغة الأصل تقف على، في اللغة الأصل تقول تأتي بالهاء أو تقول يكون أو تقول تأتي بالنون، تؤيد النون. هذا الأصل في اللغة العربية. عندك ومن تقي السيئات، ومن تقي، جميع القرآن يقول على ومن تق، الحكم رده عليهم، لكن هذا نحو هذا القرآن. لا لا يا رب الله رب. تقي بالياء يا شيخ. ومن تقي السيئات ما فيها، لكن لو وقفت عليها في غير القرآن، في غير القرآن تقول ومن تقي في غير القرآن. القرآن لا، القرآن يوقف عليه كما كتب. أثوري كما كتب. شجرة الزقوم تقول شجرة أبوي، شجرة، عرفت؟ الوقف في القرآن على موجب الكتابة، على ما كتبه الصحابة. نعم، ماذا قلت؟ وغيرها التانيث من محرك سكنه أوقف رائي ما التحرك، غيرها التانيث، هذا التانيث سوف يأتي له حكم، سكنه وهو الأصل. تقول جاء سيد أوقف بالروم وهو ضعف صوت الحركة، يكون في المرفوع والمضموم والمجرور والمكسور. تقول جاء زيت، زيت، وتقول مرت بزيتي، الروم، الروم يضعفك صوت الحركة، لا البعيد عنك لا يسمعه، يسمعه القريب منك. أو الشميم الضمة أو الإشمام، وهو ضم الشفتين بعد السكون، ويكون في المضموم وفي المرفوع. يا زيت هذا مبني، وتقول جاء زيت تضم، لا يراه الضرير. إذن السكون والروم والإشمام. أو شميم الضم، أوقف مضعفة ما ليس همزة، أو عليك بالتضعيف في غير الهمزة. تقول جاء جعفر ومرت بجعفر، وجاء خالد، تأتي بحرف آخر قبل الحرف الأخير وتسكنه من جنسه وتضيم فيه. أو شميم، أوقف مضعفة ما ليس همزة، الهمزة لا تضعف. نبأ وخطأ لا، لأن العرب تستثقل همزة واحدة، يقول راس وسور وذيب، ما بالك بهمزتين؟ ما ليس أو عليلا أو لا يكون عليلا، الفتى، القاضي، سرو، يبقى، هذا معل لا يضعف. أوقف مضاف ما ليس همزا ولا عليلا، انقفى محركا لا بد أن تكون قبله حركة، التضعيف لا بد أن يكون قبله حركة، وإذا التقى ساكنا بكر لا يضعف، عمر لا يضعف. إذا الشروط هذه.